كل مكان. وصلنا معكم للمساحة الأخيرة من برنامج في حضرة المساء، وهي مساحة خاصة بمجموعة من الأشياء اللي عندها علاقة بالكلى، من مشاكل ومن آثار جانبية ومن مجموعة من المؤثرات. لكن الآثار القصة دي كان في تصريح لوزير الصحة السوداني، إنه قال في 8000 ارتفاع 8000 في مواضيع الفشل الكلوي والناس اللي بيعانوا من أمراض الكلى. ولما نقارن بأنه قبل 20 عام كان في 3500 حالة تقريبا الناس اللي كانوا بيعانوا من الفشل الكلوي والحياة المتعلقة بالكلى بشكل مختلف، فبنلقى أنه في ارتفاع كبير جدا. الناس بدوا يسألوا في أنه أسباب هذا الارتفاع، هل هي عندها علاقة بالموية؟ هل هي عندها علاقة بوضعنا المعيشي الآن في السودان؟ عموما مجموعة من التساؤلات حطرحها على ضيفنا داخل الاستوديو، دكتور عبد الرحمن محمد، اختصاصي أمراض الكلى. مرحب بك ومساء سعيد عليك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحب بكم ومرحب بقناة البلد ومرحب بالسادة المشاهدين إن شاء الله، وتحية الصحة والعافية اليوم جميعا. حبابك يا دكتور عبد الرحمن، ويعني منورنا في البلد. وخليني طوال ان احنا قبل ما نقعد زي ما نقول ونتكلم كثير في التفاصيل ذكر الحسن، احنا مباشرة خليني طوال الى تصريح وزارة الصحة انه في ارتفاع ونسب كبيرة وهائلة جدا لأمراض الكلى وتحديدا الفشل الكلوي يعني، فكثير من الأسباب بالتالي. ويعني ده تصريح خطير جدا إنه آلاف زي ما ذكر الحسن 8000 أو غيره، فهنا يبقى فعلا نحن في إشكالية بتاعة صحة وفي إشكالية لابد من إنه نحن لازم نعرفها. فخلينا مباشرة زي ما ذكر الحسن نجيب في التصريح بتاع وزارة الصحة. طيب، في البداية هي في زيادة صراحة مش في السودان فقط، هي زيادة عالمية في معدل المصابين بمرضى الفشل الكلوي. فالتقارير العالمية من وزارة الصحة ومن منظمات اللي بتعمل في مجال الكلى هي بتشير لأنه في ازدياد كبير في أعداد المرضى المصابين بالفشل الكلوي، وبتعزي الحاجات دي لأسباب مختلفة. في أسباب متعلقة بزيادة معدل الأمراض التي تسبب مرضى الفشل الكلوي المزمن، فمنها زيادة أعداد مرضى المصابين بمرضى السكري وزيادة أعداد المرضى المصابين بضغط الدم. دي واحدة من أهم الأسباب الموجودة. فحتى في كثير من الدول إنها بتفتكر إنه يعني عشان نقلل أعداد المرضى مفترض إنه نهتم بأمراض تانية هي ممكن تكون عندها علاقة بمرض الفشل الكلوي المزمن. تصريحات وزير الصحة هي بناء على معلومات هي موجودة عندنا في السودان. احنا عندنا مركز اسمه المركز القومي للكلى، هو مركز مهتم بمرضى الغسيل الكلوي ومرضى زراعة الكلى، ومهتم بالمرضى المصابين بأمراض كلى غير وصلوا مرحلة الفشل الكلوي. دي كانت يعني المركز ده بيقوم بدور كبير جدا في السودان، ولديه احصائيات هذه معلومات دقيقة جدا على المرضى اللي هم مسجلين، لأن المركز هو بيقوم بعملية بإمداد كل مراكز الغسيل في السودان في الخرطوم ولا في الولايات بمواد الغسيل وكذلك العلاجات لمرضى ذلك. فالمعلومات معلومات هي صحيحة، دي الحاجة دي غير المرضى غير معروفين، لكن معلومات بتشير لأنه المرض في ازدياد كبير جدا. طيب لو وقفنا في الرقم ده تقريبا 8000 حالة، طبعا درجاته متفاوتة، فحابين نعرف درجات الإصابة بأمراض الكلى يعني لحد ما تصل الفشل الكلوي. في مجموعة من المراحل، في ناس عندهم فشل كلوي بسيط ما بيحتاج لغسيل، في بعضهم بيحتاج لغسيل بشكل أسبوعي، فكيف التفصيل في الأرقام الكبيرة دي؟ هو هسه نحن بنتكلم عن إنه مرض الفشل الكلوي المزمن هو عبارة عن 5 مراحل، يبدأ المرحلة الأولى بينتهي بمرحلة 5 ثم الغسيل الكلوي. المعلومات اللي فات بها سيد وزير الصحة هي عن المرضى الذين هم يتلقوا الغسيل. فما في مرضى في المراحل قبل المرحلة الخامسة دي الأعداد كبيرة جدا ما وصلوا مراحل الغسيل، دي شوية الإحصائيات فيهم ما حتكون دقيقة لأنه ما في إحصائيات واضحة. الإحصائيات بتدل على المرضى اللي بيغسلوا وعلى المرضى الزارعين، دي الداتا الموجودة أو المعلومات الموجودة لوزارة الصحة. أما المعلوم مرضى في النص من المرحلة الأولى للمرحلة الخامسة في الفشل الكلوي معلوماته قد تكون ما متوفرة. دي ممكن إحنا ناخذ بمؤشرات بطريق غير مباشر، إذا كان عندنا معلومات عن مرض السكري أو معلومات عن مرض الضغط ممكن نعرف انه بالضبط المرضى في مراحل قبل الغسيل هم اعدادهم كم. عموما احنا مرضى الفشل الكلوي المزمن بمر بمراحل من المرحله الاولى للمرحله الخامسه. كل هذه المراحل بتصاحبها مضاعفات للمرض، بتحوج العيان لادويه وقد تحوج لانه يدخل المستشفيات. في بعض المرضى مرات يتلقوا الغسيل في هذه المرحله قبل ما يصلوا المرحله الخامسه من الفشل الكلوي اللي بيتلقوا فيه الغسيل بصوره دائمه. طيب ايوه تفضل. في مرضى ممكن يستمروا في مراحل المرحله الاولى والثانيه والثالثه لسنوات عديده يعني
لا يعني انه خلاص هو حيمشي القصيل وكده. جميل. طيب دكتور عبد الرحمن، الاسباب شنو ممكن هي تكون فعلا يعني اسباب قد تكون مؤثره لازدياد كبير جدا ويعني نسب عاليه جدا في امراض الكلى بكل المراحل اللي انت ذكرتها في حديثك؟ طيب نحن ممكن في حاجات نحن نشابه العالم، يعني لا نختلف عن العالم، هي موجوده نفس ما في زياده في اعداد مرضى السكري في اي دوله من العالم، وازدياد مرضى ضغط الدم، دي اسباب معروفه هي سبب سبب فشل الكلى المزمنه. السكري هو المرض ممكن يكون رقم واحد، دي امراض مزمنه هي بتؤدي لمرض الفشل الكلوي المزمن، السكري والضغط الدم، اضافه للناس عندهم امراض في القلب وكده هم عرضه. في امراض ممكن نقول احنا امراض خاصه بينا احنا في السودان، هنا السودان عنده طبيعه مختلفه، ممكن تكون في بعض العوامل المؤثره التي تؤدي لشنو الفشل الكلوي المزمن. يعني احنا عندنا ممكن تكون يعني ممكن نخدها في مجتمعات مختلفة، مجتمعات الفقيرة، الناس الشغالين أعمال يدوية وناس تعبانين كويس، دي مجموعة، المجموعة دي بتكون عرضة لعرضة لأنهم يعني بيمارسوا حياتهم ممكن تكون في مراعي أو في مناطق زراعية أو في مناطق بتاعة معادن، كلها قد تكون معدومة فيها الموية، قد تكون فيها الموية غير صالحة للشرب، قد تكون فيها يعني احنا هسه ممكن من تكون الحاجات الجديده على السودان انه شنو موضوع التعدين. يعني صراحه التعدين محتاج لكثير من المراعاه بالنسبه لصحه المعدنين الشعبيين او المعدنين العشوائي، التعدين العشوائي ده ممكن يكون من واحده من الحاجات. يعني احنا بتتردد اعداد بتاعت مرضى من مناطق نفس المناطق دي باعداد، هم ممكن يكونوا اكثر من مناطق غيرهم في الهناية، فدي ممكن تكون اسباب طبيعه العمل بالنسبه للناس، في ناس بيشتغلوا طبيعه عمل مجهده ومتعبه وما بيتناولوا كميات كافيه من السوائل والحاجات دي. شيء ثاني ان احنا عندنا ممارسه في السودان تناول الادويه، في ناس بتتناول الادويه بشكل عشوائي، يعني دي من الحاجات الموجوده، وممكن يكون عندها اسباب انه الناس اللي بتتناول ادويه بصوره يعني من غير تلاقي تصل مراكز صحيه او اطباء او حاجه زي. شيء ثاني، في شيء اخر انه نحن في السودان بنلجا لعلاج كثير من الامراض بالاعشاب والحاجات دي، فنحن عندنا الاعشاب بتستعمل، يعني ما هي في طرق كثيره، في ناس ممارسين هم مهنيين ومدربين في الحاجه دي، لكن في ناس بتتلقى العلاج بالاعشاب بطريقه غير يعني ما معروفه او مقننه او كده. طيب يعني انت قلت في مراحل، خمسه مراحل للغسيل يعني، فاذا الان في ناس عندها مشاكل في الكلى وهي يعني طبعا ما في واحد حاب يصل لمراحل الغسيل، هل في مؤشرات في حاجات بتدل على انه انا امشي اراجع طبيب اختصاصي كلى عشان اعرف انا عندي مشكله في الكلى ولا لا؟ طيب السؤال هو سؤال جميل، يعني احنا في ناس مرضى الاكثر خطوره، يعني دي المفترض هم يعني ممكن يكونوا عرضه زي المرضى اللي ذكرناهم، يا مريض السكري يعني معروف في كل يعني مراكز السكر ومراكز العلاج في اي منطقه في السودان انه مريض السكري لازم يكون عنده متابعات دقيقه بالنسبه للبول بالنسبه لوظائف الكلى عشان الناس تطمئن، لانه اكثر هي الفئه الاولى العرضه بالنسبه لمرضى الفشل الكلوي المزمن، مرضى الضغط، يعني الناس اللي عندهم امراض هي بهنا الاطباء بيقدروا يقدروا هؤلاء المرضى عندهم طريقه معينه للمتابعه للوقايه من شنو؟ من مرض الفشل الكلوي المزمن. دي مجموعة، المجموعة الثانية في ناس يعني ممكن تكون كبار السن اللي بيعانوا من مشاكل عسر البول بسبب البروستات، ولكن مفترض يتعالجوا، يعني كثير من الناس بيكون عندهم مشاكل يعني بيخفوها على الناس، يعني ما بوروا أولادهم أو بوروا ما بيقابلوا مراكز صحية ولا حاجة، بيكونوا بيتعرضوا لأنه بيمشوا البول بسرعة، بيمشوا الحمامات، ناس كبار السن، يعني دي فئة مهمة، الناس المفروض ينتبهوا الأبناء لآبائهم إنه لو مشوا ترددوا للحمام كثير، دي واحدة من المشاكل. الشيء الثاني احنا عندنا مشاكل الآلام المفاصل في يعني في الناس الكبار في السن، إذا كان نساء أو رجال، هم ديل بيتلقوا أدوية صراحة بصورة مستمرة، أدوية يعني مسكنة للألم، لكن الأدوية دي يعني من غير استشارة طبية أفتكر إنها هي عندها كمان ضرر، يعني دي من الحاجات الناس المفروض تعمل حسابها منها. طيب دكتور عبد الرحمن، طيب من الأعراض أو العلامات اللي ممكن تدل على انه الشخص ده هو يعني بيعاني من مشكله في الكلى شو؟ عموما مرض الفشل الكلوي المزمن يعني يصعب انه تكون فيه علامات في المراحل المبكره، في ناس كثير بيكون ما في اعراض، دي هي المشكله هنا، انه يكون ما في اعراض لحد ما الواحد يصل مراحل
غسيل ومراحل متاخره من المرض، الا اذا كان من عارف انه هو عنده مشاكل وقاعد يتابع بيتضح له من خلال كثير من العيانين بنكتشفهم بالصدفه من خلال فحوصات لاجراء عمليه او اي شيء ثاني، يعني بيكون داخل لسبب ثاني بيكتشف انه هو عنده مشكله في الكلى. في اعراض ممكن يعني تظهر في المراحل يعني متاخره من المرض، ممكن تكون دلاله انه في مشكله، يعني ظهور ورم، ممكن يحصل احتقان للسوائل والملح في الجسم ويظهر في شكل اورام، يعني في الرجلين ورم في الرجلين او ورم حوالي في حوالي العيون، ممكن يكون ده دلاله. تغييرات في البول، يعني اذا كانت تغير البول او كميه البول ممكن يكون له دلاله. بعدين التعب العام، التعب العام ممكن يكون هو دلاله انه في مشكله، من ضمنها ممكن مرض الفشل الكلوي المزمن بالتعب العام، يعني يبدو على الشخص انه هو مريض وتعبان. فقره دم، فقره دم ممكن يكون واحده من الدلالات، الكلى ممكن تكون هي مسبب اساسي فيه بالنسبه لمرض الفشل الكلوي. في مراحل متاخره بيجي مشاكل في الجلد، يعني بتظهر على الناس مشاكل في الجلد وكده، ممكن تكون دي علامات. عموما يعني اكثر العيانين بيكتشفون بالصدفه في مراحل مبكره. طيب اضافه لمسمى الفشل الكلوي، انت عندكم مسمى اللي هو عنده علاقه بضعف الكلى، اي ما قادر تؤدي وظائفها بشكل كبير يعني، فبرضه نفسر في المفهوم ده شويه، كيف يكون في ضعف في الكلى وشنو الوظائف المفترض اصلا تكون بها الكلى بشكل طبيعي يعني؟ بالعاده هي الكلى يعني وظائفها ان هي بتساعد الجسم في انه يتخلص من السوائل، يخلي الجسم انه يعني ما في احتقان بتاع سوائل، ما في اورام في الجسم، وبخلصه كذلك من الاملاح الزايده عن الجسم. عنده وظائف هرمونيه بتقوم بها الكليه، يعني الكليه هي بتفرز هرمون بيساعد يحافظ على الدم في الجسم، وبعدين غير كده بتحافظ على العظام. الكليه هي بتقوم عمليه استغلال الكالسيوم والحاجات دي كلها بتتم في الكلى. الشيء الثاني انه معظم السموم اذا كانت ادويه وكده بيتخلص منها الجسم عن طريق الكليه. حتى عمر الشخص والكليه عندها دور في انه اذا لما تشيخ هي كمان الشخص برضه كمان بيشيخ مع الكليه. فدي عموما هي الوظائف العامه بالنسبه للكليه. لما تتعطل هذه الوظائف تتعطل في مراحل حسب نسبه القصور الكلوي، يعني حسب نسبه القصور بتظهر هذه المشاكل. يعني في المراحل ممكن البدائيه ما تظهر اي اعراض على الشخص كويس، في مراحل متوسطه ممكن يبدا فقر الدم يظهر على الشخص، وفي المراحل المتاخره يبدا احتقان السوائل والحاجات دي تظهر على الشخص المريض. جميل. طيب دكتور عبد الرحمن، يعني نحن في البيوت السودانية عادة ما بنسمع انه يا اخي في مشروبات تكون هي منظفة للكلى، يعني البقدونس، الصمغ العربي وغيره من تفاصيل كثيرة جدا نحن يعني بطبيعتنا كسودانيين بنعرفه. فحاليا شنو من الأطعمة والمشروبات اللي هي ممكن تكون هي فعلا مفيدة وممكن هي فعلا تكون منظفة للكلى يعني؟ طيب نحن عموما في الأطعمة بنحاول انه ننصح مرضى الكلى بانه يخففوا من تناول الملح كويس، دي الحاجة المهمة بالنسبة لنا، يخفف الملح في الطعام. بتختلف حسب المراحل، عشان احنا ما ندي في بعض المراحل بنوصي بين الناس يتناولوا بالنسبة للفواكه في مراحل مبكرة، في مراحل مؤخرة بنحرمهم من بعض الفواكه وكده. طيب حتى بالنسبة يعني الصمغ العربي، ومن يعني الأشياء اللي جرت عليها تجارب ولسه ما زالت الدراسات ماشية في موضوع الصمغ العربي، وفي نتائج مبشرة بأنه الصمغ العربي عنده دور في أنه يؤخر تقدم مرض الكلى. يعني نحن من الحاجات اللي بنشهدها أنه ماشية البحوث، ماشية، ما وصلنا لبحوث نهائية، في بحوث في السودان بتجري على الموضوع ده وأظهرت نتائج ايجابيه انه عنده دور في تحسن مرض. بالنسبه للبقدونس والحاجات الثانيه بيتكلم عنها دي لقوا عنده دور في، يعني في ناس بيستعملوها بالنسبه للحصاوي وكده. بالنسبه للفشل الكلوي المزمن هو الصمغ العربي هو الحاجه اللي هسه نحن عندنا نتائج ايجابيه في السودان، والدوله اللي هي قايمه بالبحوث هسه في الموضوع ده، ونتمنى انه نحن نقدم للعالم عن طريق الصمغ العربي حاجه تساعد العالم كله ان شاء الله. طيب يعني باعتبار مثلا السكري عنده علاقه بانه الواحد يكون عنده امراض في الكلى وفشل كلوي، الضغط مثلا امراض مزمنه، وانت قبل تكلمت عن الحبوب نفسها لما تتلقاها بشكل مستمر بشكل كبير هي ذاتها قد تكون مؤثره في وظائف الكلى. الان في ناس عندهم مشاكل في الكلى وعندهم امراض مزمنه اذا كان سكري او ضغط يعني، فشنو المعادله الطبيه اللي هو يقدر يتلقى بها حبوب والسكري والضغط وما ياثر على وظائف الكلى يعني؟ طيب طبعا معلش بس هنا طبعا هي الادويه
دي أدوية هي بتساعد، يعني طبعا الطبيب هو بيقدر يغير في الأدوية اللي بتتناسب مع وضع الكلى وكده، لكن دي أدوية ضرورية. احنا الأدوية دائما في أدوية ضارة واضحة معروفة بالنسبة لنا، هي المسكنات أكثر أدوية بنتكلم عنها احنا بصورة كبيرة، يعني بنحاول نمنع الناس منها. لكن أدوية السكري وأدوية الضغط هي أدوية مهمة، عشان احنا لما نتحكم في السكري ونتحكم في الضغط بالتالي نتحكم في شنو؟ في انه بنحسن الكلى. يعني احنا واحده من التوصيات انه احنا عشان نحسن الفشل الكلوي بنحاول نظبط السكري ونظبط الضغط ونظبط المشاكل الثانيه، اذا كانت مشاكل قلب او اي مشاكل لازم هي لما هي تنظبط هي الكلى بالتالي هي حتنظبط وكده. جميل. طيب دكتور عبد الرحمن، يعني كثير من الناس برضو بتشكي من يعني عدم شرب المويه، وتحديدا انه في مناطق يعني في جوار العاصمة، يعني حتات هي ممكن تكون قريبة، يعني للأسف الشديد السكان بيعانوا من الموية المالحة، فممكن يكون الأثر هنا كبير على المناطق دي تحديدا، فيبدأ هنا دور الأطباء شنو، دور الدولة شنو؟ هو طبعا هنا المشكلة دي يعني احنا كدولة ما مفترض نعاني من حاجة زي دي صراحة، لأنه احنا ربنا حبانا بالأنهار في كل منطقة موجودة يعني، والموية سهلة وحاجات كده، ما يعني ما عندنا عذر في انه ما نقدر نوفر الماء النقيه للمواطنين. فنحن صراحه في استشاريه موجود، يعني في مستشارين موجودين بالنسبه لوزاره الصحه في كل مجال، بالنسبه للكولا، بالنسبه للقلب، فهي في يعني احنا محتاجين نعمل نزيد البحوث والاستقصاء عن الحاجات دي. يعني كل ما منطقه نحن نحس يعني تصريحات جميله، كون وزاره الصحه يصرح بانه والله في ازدياد، معناتها طرح سؤال انه نحن ليه كاطباء وكوزاره وكده ليه نحن ما نعمل استقصاء ونستكشف المشاكل والحلول والحاجات دي بالنسبه فحق المواطن علينا نحن كاطباء او وزاره الصحه مفترض انه نحن نكون الجهه انه هي تبحث عنه وتحل مشاكله. صح. احنا سعدنا بهذه الاستضافه الدكتور عبد الرحمن محمد اختصاصي امراض الكلى، واكيد تصريح وزير الصحه بارتفاع الفشل الكلوي 8000 تقريبا، ده العدد الواضح الان، حيفتح الباب ليكم في مساحات في الاعلام بشكل اكبر، فنتمنى تكون معنا في المساحات الجايه عشان نقدر نوعي، لانه جانب من الاسماء والارقام الكبيره دي جانب توعوي يعني. فانا سعدني بهذه الاستضافه. الله يديك العافيه، وانا كمان سعيد كذلك، وتحيه الصحه والعافيه للساده المشاهدين، ونتمنى لهم حياه سعيده ان شاء الله، وهم ربنا يقيهم من مرض الكلى ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا.